طيب الاهلي بيستعد لمباراه مهمه جدا في بطوله الدوري غدا باذن الله تعالى امام فريق البنك الاهلي اللي ماشي بشكل جيد في بطوله الدوري حتى الان، نتائج جيده، كابتن محمد يوسف المدير الفني لهذا الفريق وبيأدي بشكل مميز بما انه فريق لسه صاعد للدوري الممتاز لاول مره في تاريخه، وبالتالي كانوا ماشيين بشكل جيد حتى الان، فبالتالي المباراه هتبقى صعبه جدا بالنسبه للفرقتين، واكيد النادي الاهلي واخد المباراه بكل جديه وتركيز، وهدفه من ضمن اهدافه الاساسيه دايما ان هو يفوز في هذه المباراه والفوز بثلاث نقاط عشان يحافظ على صداره هذه البطوله المفضله بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره. فالاستعدادات اكيد متواصله من خلال مران اخير كان النهارده على استاد مختار التتش، وبعدين الفريق هيسافر مباشره لاسكندريه، المباراه هتتلعب على استاد الماكس هناك، وان شاء الله باذن الله تعالى نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. بالتالي انا عايز اتكلم مع حضراتكم في اهم وابرز الاخبار اللي تتعلق بالفريق الاول لكره القدم، وتحديدا عايز ابتدي بجونيور اجاييه، واللي خلاص بشكل نهائي هيشارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي جدا مع الفريق بدايه من يوم الاثنين الجاي بعد المباراه مباشره. احنا هنلعب بكره يوم الاحد، يوم الاثنين يشارك اجاييه في التدريبات بشكل طبيعي بعد ما هيخلص برنامجه التاهيلي النهارده وبكره، وبعد كده يشارك على طول في التدريبات، وده طبعا بعد ما كان اتصاب باصابه في الوتر الوحشي، وبكده يكون اجاييه ان شاء الله باذن الله تعالى موجود مع الفريق في كاس العالم للانديه، وكله هيترتب على الرؤيه الفنيه ومدى جاهزيه اللاعبين بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني، لان احنا عارفين القائمه هتبقى 23 لاعب، فكل هذه الامور متروكه طبعا للمدير الفني وجهازه المعاون. لكن برضو من ضمن الاخبار الجيده سلبيه مسحه لاعبي الاهلي، وده بعد ما كانوا اجروا مسحه طبيه بالامس، بالمناسبه الرابيد تيست يعني انتهى خلاص، مش هيبقى فيه تحاليل رابيد تيست تاني بالنسبه لعيبه الدوري الممتاز، وده بعد ما قرار من طبعا الاتحاد المصري لكره القدم، فبالتالي كل اللاعبين جاهزين للمشاركه في المباراه غدا باذن الله تعالى. النهارده كان في محاضره برضو للفيديو لموسيماني للاعبين، واتكلم عن بعض نقاط القوه والضعف في فريق بنك الاهلي، واطمن كمان على ناصر ماهر اللي كان متواجد النهارده في التتش. طيب خلينا نطمن بشكل اكبر على كل ما يتعلق بالفريق النهارده قبل مباراه الغد، ونروح سريعا لزميلنا